Draw the shear and moon diagrams for the beam in the following figure. عندنا شكل سيمتري أوله وآخره فيه concentrated loads 20، في distributed load على مسافة 30 متر span كله 4 كيلو نيوتن بير متر. From symmetry أقدر أقول إن الـ AY يساوي الـ BY يساوي نص اللودز، يعني نص 20 زائد 20 زائد 4 في 30 اللي هي 120، فيطلع 80 يسار و 80 يمين. أقدر أرسم الشير والمومنت من خلال علاقات الانتجريشن. الشير هو انتجريشن للود والمومنت انتجريشن للشير، وبالتالي هي مساحات، يعني أجيب الأريات وقيم اللودز تبقى في الشير، والأرياز بتاعت الشير تنعكس في المومنت. أبدأ من أقصى اليسار، دي 20 concentrated load، وبالتالي أنزلها، هي سالب لتحت، مفيش أي لود هنا، أمشي أفقي. في vertical load اللي هو الـ AY بـ 80، أطلع 80، أنا عندي minus 20 تحت، و 80 يتبقى 60 فوق، positive. بعدين من هنا لهنا أنزل الأربعة ضرب 30 يعني 120. عندي بوزيتيف 60 وهنزل 120 يديني نيجاتيف 60. طبعا انزل شويه شويه، هنا كان مفيش لود فمشيت افق. هنا لما نزلت ال 50 نزلتها في نفس المكان لاني كونسنتريتد، اما هنا ديستريبيوتد فانزل على مدار ال 30 متر، انزل 120 من البدايه للنهايه، والعلاقه لينير لان ده كونستانت اللي فوق اللي هو 4، فصار ماينس 60. عند البي جاني البي واي ب 80 فماينس 60، اطلع منها 80 يزيد 20 فوق الخط الافقي ده اللي هو المسافه اكس، ده محور الاكس وده محور الشير، ف 20. هنا مفيش اي لود، امشي افقي لغايه ما الاقي ال 20 كونسنتريتد انزلها، وبالتالي انتهيت عند الصفر زي ما ابتديت عند الصفر. بالنسبة للمومنت أبدأ من الصفر، الأريا الأولى دي سالب 20 ومسافتها 15 يبقى سالب 300، 300 دي تيجي هنا طبعا ده شوية شوية، فأنزل خط زي ما احنا شايفين لينير لأن ده كونستانت وده تكامل، ده يبقى ماينس 300. طبعا الشكل ده سيمتري فالمسافه 30 تتقسم 15 و15، 15 دي ممكن نحسبها نقول 60 على 12 اللي هو اللود، يطلع 60 على اللود 4 يطلع 15، اللود عندنا 4 اللي هو ده، ف60 على 4 ب 15. يبقى اريه المثلث ده عباره عن ايه؟ نص 15 في 60 يعني 450. عندي ماينس 300 و450 يتبقى 150 موجب، ده لينير يبقى ده شكل بارابولا. هنا صفر شير فالممثل هنا صفر، فالبارابولا تبدأ كده أو الكيرف يبدأ كده. الناحية التانية نفس الشيء، كان هنا 150 نزلنا 450 فسالب 300، والأريا دي بوزيتيف 300 فطلعت خط لأن ده كونستانت فقفل معايا عند الصفر. يبقى بدأنا من الصفر في الشير انتهينا بصفر، المومنت نفس الشيء. من الشكل المرسوم قدامنا في الشير نعرف ان الماكسيمم ابسولوت شير 60، ومن الشكل المومنت الماكسيمم ابسولوت مومنت اللي هو 300. يبقى دول القيم الماكسيمم او الابسولوت ماكسيمم او الماكسيمم ابسولوت فاليوز اللي اصمم عليهم السكشنز لما اجي يعني اصمم المقطع بتاع البيم اللي عليه اللودز دي، عشان يتحمل لابد يتحمل السكشن يتحمل على الاقل مومنت بالقيمه دي وشير بالقيمه دي.